هل تعتقد بأن الحسابات العسكرية الأمريكية والبريطانية والغربية بشكل عام قد تتغير في الفترة القادمة في ظل أن معادلة الضربات على هذه الجماعة لم تغير شيئا؟ It's a very good question. هذا سؤال وجيه للغاية. السؤال هو ربما فعلا يرغبون في تغييرها، ولكن إلى أي اتجاه؟ ما هي استراتيجيتهم الجديدة؟ ما هي منهجيتهم الجديدة لإيقاف هجمات الحوثيين؟ هناك طرق ربما تكون منطقية ولكنها غير عملية لأنهم لن يتبعوها. أن تكون هناك قوات أرضية في اليمن، ولكن هذا لن يحدث. أعتقد بأنه سيكون هناك المزيد من التركيز الذي سيصب على الممكنات، على الحوثيين بأنفسهم، على أعني سلسلة الإمداد التي تقدم لهم الذخيرة والمواد والإرشاد أيضا. فإذا أعتقد بأنهم سيصعدون من الضغط على سلسلة الإمداد إذا لم يكونوا قد بدأوا في ذلك فعليا. ولكن أعتقد بأنه من المهم أن نتذكر دوما بأن الحوثيين لا طالما كانوا يقومون بذلك قبل حلف حارس الازدهار، ضربوا السعودية والإمارات لأعوام، فتعلموا كيف يختبئون من العدو وكيف يموهون أنفسهم وكيف ينتشرون. فإذا هذا تنظيم شديد الاحترافية، وأعتقد بأنه في الوقت الحالي قد يكون هناك بعض المساعي لمحاولة قطع هذه الممكنات. أعتقد بأن الجهود الكبرى كانت لمحاولة حماية السفن عن طريق حلف حارس الازدهار، لا محاولة إيقاف الموقف بأكمله. والقضية الأخيرة هي قضية دبلوماسية، وهي من أجل تسريع حل في غزة من أجل انتزاع هذا الأكسجين من الحوثيين، والذي يمنحهم الشرعية والغرض الشرعي في القيام بهذه الهجمة طالما أن إسرائيل داخل غزة. فإذا المساعي الدبلوماسية لإيقاف ذلك ربما تكون هي المساعي الأكثر أهمية.